لك وصلتك. صوب يا رب. مساكم الله بالخير أعزائي مشاهدي قناة أغانينا. صيام مقبول وإفطار شهي. اليوم ويانا مباراتين، اللي راح يفوز بيها راح يضمن التأهل للمربع الذهبي بنسبة كلش كبيرة. المباراة الأولى راح تجمع فريق الفنان هادي الرحال مع فريق قناة الاي ام بي، والمباراة الثانية راح تجمع فريق سكسفون قيادة الكابتن أركان نجيب مع فريق الفنان يوسف الغالي. لا تروحون بعيد، خليكم متابعينا حتى تعرفون شو كانت نتيجة المباريات الاثنين. تابعونا. قبل ما نبدأ بتفاصيل مباريات اليوم، أحب أذكركم ودائما هذه البطولة برعاية مشروب الطاقة وايت تايجر. طبعا احنا من خسارتنا بالحلقة السابقة لحد هذه الحلقة أنا عايش على التايجر وعلى شوربة العدس، الله وكيلكم. خلونا نستضيف الكابتن علي الدليمي يسولف لنا اليوم على تفاصيل المباريات. تفضل كابتن. رمضان كريم عليكم وعلى الشعب العراقي، وهاي بطولة طبعا جميلة جدا. نشكر قناة أغانينا وشركة تايجر على هذا المجهود الرائع. شكرا لك كابتن. سولف لنا على المباريات اليوم. أول مباراة راح تكون بين منو ومنو؟ راح تكون الساعة السادسة فريق قناة اي ان بي مع الفنان الرائع هادي الرحال، المباراة الأولى. والمباراة الثانية الساعة السابعة راح تكون بين السكسفون بقيادة أركان نجيب وفريق الفنان يوسف الغالي، وإن شاء الله مباراة تكون جميلة. وهاي من أرقى البطولات اللي أشوفها أنا بعمان تصير. وشكرا لأغانينا وشكرا للتايجر. شكرا لك كابتن. حياك الله. شكرا أحسن. أعزائي المشاهدين، خلينا نشوف شنو تحضيرات الشاعر لبيد هاني لمباراة اليوم. تفضل لبيد. صيام مقبول وافطار شهي. ممنون منك حبيبي عموري، علينا وعليكم وعلى كل الأمة الإسلامية إن شاء الله وكل عراقنا الحبيب. شلون معلوماتك اليوم؟ والله عالية جدا جدا الحمد لله. مثل ما تعرف احنا مصدرين المجموعة بفارق الأهداف. اليوم مباراتنا تقريبا مع أقوى فرق المجموعة مع فريق الفنان هادي الرحال. الحمد لله والشكر احنا لاعبين الآن، يعني خلال هاليومين الماضيين كان فيه تحضيرات مهمة، كان فيها تمارين جميلة الحمد لله. كل اللاعبين الحمد لله جاهزين. بحراسة المرمى عندنا مثل ما قلت لك حسين، بالتناوب مع الشاعر احمد ابو العز ايضا تمريناتهم كانت ممتازه جدا. اللياقه البدنيه للاعبين جاهزه جدا، مهاراتهم الفنيه حلوه مثل ما شفتوا المباراه السابقه. المباراه السابقه فزنا 7-2 على فريق اغانينا. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. لحد الان اعلى نتيجه بالبطوله. وان شاء الله اوعدكم واوعد الجمهور ان شاء الله نستمر على هذا المنوال على هذا المستوى، ان شاء الله دائما يكون فريقنا صاحب اعلى نتيجه، دائما يكون المتصدر، وان شاء الله يا رب البطوله انه واوعدك. انا متحلف لكم هاي ما تخلصون من 7-2. يعني هو احنا 7-2 شو تريد تسوي يعني؟ ان شاء الله بشو نهائي نتلاقى ونعوضها. شو نسوي 17-2 حبيبي؟ ماكو والله ماكو فرق، كنا احنا اخوان وكنا اصدقاء وعنا كنا وسط واحد ان شاء الله يا ربي. اي فريق يفوز هو الفوز مهدى للجميع، وان شاء الله يا ربي اوعدك واوعد كل الجمهور ان شاء الله فريقي هو الفايز هو المصدر. موفقين ان شاء الله حبيبي. شكرا جزيلا. شكرا لك حبيبي. وهسه خلونا نشوف الفنان هادي الرحال شو محضرين هو فريقه لمباراة اليوم. تفضل ابو شموسه. شلون صحه؟ شو اخبارك؟ صيام مقبول وافطار شيء. اشكرك رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. شلون تحضيراتكم اليوم؟ والله ان شاء الله جاهزين احنا. احنا اول مباراه عندكم فوز. اي نعم فزنا 5-0. 5-1 5-1 ستار سعد وعماد الريحاني. اليوم اذا غلبتوا راح تضمنون تقريبا 70% انتوا بالمربع. ان شاء الله. والله احنا يعني لازم نخلي هذا الموضوع امام انظارنا حتى نقدر نوصل يعني اضعف الايمان نقول تعادل. لا ان شاء الله هاي المباراه ما ممكن يعني تصير تعادل. الفريق الثاني فريق جيد صراحه، شفت انا بالمباراه السابقه فريق حلو ويلعب كره حلوه، لكنه احنا تعرف يعني شبابنا كلهم 40 سنه وفوق. بس لا تنسى هم صاروا علينا بايرن ميونخ سبعات. احنا راح نستخدم الخبره وياهم مثل ما استخدمنا الخبره، هم عندهم اللياقه والتكتك، احنا ما راح نلعب هذا الموضوع، احنا نلعب من جانب اخر يعني. موفقين ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي. شكرا لك حبيبي. الله يخليك. تسلم حبيبي. شكرا. اعزائي المشاهدين خليكم ويانا وتابعونا، خلينا نشوف شنو كانت نتيجه هذه المباراه. هاي
تايجر، ضاعف طاقتك. اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء، الان تشاهدون المباراة الاولى بين فريقي الفنان هادي الرحال وفريق كادر قناة الاي ان بي ضمن بطولة قناة أغانينا الكروية، وبرعاية مشروب الطاقة وايلد تايجر. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. لها أثر كبير، وهنا تعربت يحاول يرسل الكرة، يا سلام في مكان تمريرة، هنا المرور قوية بتعدي، يا الله. حلهم الأول بالدفاع بالهجوم بالوسط لا يهم، المهم بأن تنتهي بها. نقول حتى الآن والله كرة القدم ستقتلني أنا قبلهم، ستقتلني أنا قبلهم. لا تستطيع أن تصدر الأحكام، لا تستطيع أن تصدر الأحكام النهائية. كابتن نصير، النتيجة 2-1، يعني الشوط طول 2-1، الشوط الثاني بعد سيبين بالشوط الثاني إن شاء الله نحاول نعدل بالشوط الثاني، بس أنا عندي مشكلة يعني أخطاء تحكيمية هواي بصراحة، أكثر من لاعب تعرضوا أخطاء يعني تحكيمية ما كان الحكم موفق بها بصراحة، يعني حتى لاعبين تنرفزوا نتيجة هاي أخطاء تحكيمية. بس احتمال نتيجة الجول الأول إنه إجى بسرعة فهو هذا اللي نرفز الفريق شوي، ممكن هاي تأثر على نفسية اللاعبين، لكن بشكل عام يعني الشوط الثاني ان شاء الله نعدل. تعوضون ان شاء الله؟ ان شاء الله. موفقين. شكرا. كابتن جواد، رمضان كريم عليك.
علينا وعليكم وعلى الأمة العربية، إن شاء الله يعود الأمن والأمان على بلدنا العراق ونعيش بسعادة وخير، وينعم الأمن على بلدنا وعلى شعبنا المضطهد والنازحين والمهجرين. الله يعيد علينا بالخير والبركة إن شاء الله. آمين، الله يسمع منك إن شاء الله. هسه أنتم متفوقين 2-1، وإذا غلبتم إن شاء الله بهذه المباراة راح تضمنون نسبة كبيرة أنه أنتم تتواجدون بالمربع الذهبي. والله شوف أنه المباراة بعد بها شوط ثاني، والفريق اللي أمامنا فريق خصم وفريق فتي شباب عندهم إمكانيات وأكثر من مرة خطرونا، لكن هذا ما يمنع أنه إحنا نقدم بعد أفضل، نتفوق بالنتيجة، وحتى مثل ما تقول نقطع شوط كبير، نتأهل إن شاء الله مباراة نصف النهائي، وإن شاء الله الشباب كلهم عازمين أنه يقدمون مستوى أفضل من الشوط الأول. موفقين إن شاء الله. حبيبي أشكرك. يحتفل بطريقته من تغيير إلى تغيير، هذا هدفه، هذه فرحته، يقول وأنا فعلتها، أنا فعلتها. كبرياء الزعيم، كبرياء الزعيم. قيس هشام او الكابتن البرشلوني العريق المعتزل قيس هشام، رمضان كريم عليك، كل عام وانتم بخير. وانتم بالف خير ان شاء الله. سيد رئيس النادي طبعا واحد مكافآت حتى على الهواء ما تقدر اذا ما تطير كل واحد سبحه. طيب ايش عجب مشاركه في البطوله؟ والله ذاك اليوم المفروض انا اشارك وكل الفريق، يعني اسمي وين الفريق، بس ذاك يوم بالتدريب صار عندي تمزق ما اقدر. بس لو موجود محمد هشام لو موجود كان ما خلاك. ايه محمد هشام محترف امريكا هسه بالدوري الامريكي. ايه بالدوري الامريكي اليوم جاي الشباب ان شاء الله، وان شاء الله يستمتعون بالبطوله واتمنى لهم الموفقيه، وان شاء الله اهم شيء احنا يعني المشاهدين يستمتعون ويقضون وقت حلو في هاي البطوله. طبعا
انا اللي اعرفه انه انت برشلوني محنك. ايه شنو رايك برا هالثلاث بطولات الحلوه؟ الحمد لله والشكر، ان شاء الله كل سنه 6 بطولات. حبيبي برشلوني يموت برشلونه، وانا مدريدي لكن بغير لعيونه، ما همشي بدربه احب اللي يحبه، ولو نمتوني عادي كيف يا يبا قلبه، ما همشي بدربه احب اللي يحبه، ولو نمتوني عادي كيف يا يبا قلبه. حبيبي برشلوني يموت برشلونه. احسن لاعب اركان ومعزوم فنان يعود من الإصابة بأسرع وقت ممكن طبعا. لا اليوم أنا راح من هي الإدارة. فيان فيان مفروض باسل عزيز باسل مصاب ما طردنا مصاب رزاق اسمح لي أطل الإشارة القيصة أحسن مو اسمه تايجر مو اسمه كابتن. يلا عشت يديكم. الحارس المتألق أسامة جويال، رمضان كريم عليك، كل عام وانت بخير. عليكم إن شاء الله رمضان كريم على الجميع، إن شاء الله الشعب العراقي، وإن شاء الله كل أيام الشعب العراقي خير وسلام ومحبة، ويا رب إن شاء الله نرجع لديرتنا إن شاء الله. طبعا أنت بأول لعبة بدعت وسجلت هدف اليوم، شنو محضر؟ والله يعني أنا أصلي لاعب يعني، بس لين حارس مرمى ما عندي، فاني يسموني طماطم الفريق، كل شيء العب مدافع جولتشي حارس. هو مستغليك، احنا العدد نقول 5 وجولتشي ما هم صار اضافي بالضبط، صار لاعب اضافي. واشكر قناه غانينا، واشكر الكادر كله، والى كل المصور خويه، وان شاء الله رمضان كريم. وهاي البطوله حاسمه وعندي هواي تحديات من الفنانين ومن اللواعب، واحنا جاهزين للبطوله. مباراة اليوم ان شاء الله اذا غلبتوا انتم راح تضمنون الصعود، وبنفس الوقت الصعود المربع الذهبي. بالضبط. حاضرين نفسكم زين؟ كل زين، مرتاحين نفسيتنا الحلوه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي، موفقين حبيبي. تسلم، شكرا كابتن. كابتن يوسف اليوم ماكو فنان، الفنان يوسف، الكابتن يوسف اليوم ضروري ان شاء الله لو نتعادل اقل، يعني اقل تقدير تعادل ان شاء الله، لان يعني عندنا تعادل بالاسامي. ذيك المباراه تعادلنا، صارت طحين بالضبط، فالحظ ويا الفريق الاخر كان الحمد لله تعادلنا، اوكي نقول الحمد لله والشكر. وهاللعبه كل الصعبه لان يعني كابتن رزاق فرحان، كابتن اركان نجيب، والكباتن ما شاء الله ما يخسرون، شباب الشرقيه، واحنا من لاعبتنا ما يخسرون ان شاء الله يا رب، ان شاء الله على اقل تقدير التعادل، لان يعني فريق ضدنا خصم كلش قوي. اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء، الان تشاهدون المباراة الثانية بين فريقي ساكسفون وفريق الفنان يوسف الغالي ضمن بطولة قناة غنينا الكروية، وبرعاية مشروب الطاقة وايلد تايجر. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. في الأخير ويتصدرون اليوم ويفكرون في الأول، من يريد الأول لا يمكن أن يخسر من الأخير. المكسيكي
أي لاعب لا يحتاج إلا لدقائق، أي هداف لا يعرف إلا التسجيل، أي تبديلات حدثت من بديل. لم تنتهي بعد، لم أحكم بعد على أي شيء، لسه لا تحكم لا تحكم لا تحكم، كل شيء مباراة للعمر، مباراة للتاريخ، مباراة للأرشيف. الأمواج تتحرك، الهيجان بل الفيضان بل الطوفان يطفئ فوهة البركان. أهداف، كروت، متعة، جمهور، تقلبات، تحولات، جنون، إثارة، لحظات خالدة في مباراة خالدة في مشهد خالد. والله الملعب يجن جنونه، الدقائق، الأعصاب، أي قمة، أي إعصار، أي فيضان، أي هيجان. من سيتأهل؟ من سيفرح في النهاية؟ من سيصل إلى دور الأربعة؟ كلاهما يستحق الوصول حقيقة.
هذه كراتهم، هذه وقفاتهم، هذه لعبات الغزال، لعبات الغزال وأهداف الخيال، الكرة ركنها هناك. على هذه المباراة، يا الله على هذا السيناريو، يا الله على هذا المشهد، يا الله على واحدة من أجمل ما علقت عليه في حياتي، يا الله على التقلبات التي صارت. انظروا إلى الجمهور الذي تحرك، الذي تنفس السعداء، انظروا إلى الزحيم الذي لا يعرف المستحيل. الفوز الثاني، وقلة طحين ونخالة وسلك وكل أنواع الخضروات. رمضان كريم الشعب العراقي، إن شاء الله سنة خير، إن شاء الله يا رب يرجع لكل العراق ويرجع الأمن والأمور. شكرا قناة أغانينا وبادرها الجميلة على هاي البطولة الجميلة. شكرا الكباتن الكبار، مبروك الفوز حبيبي. أشكرك، تسلم، الله يبارك بيكم. طبعا كانت مباراة قوية، الشباب الفريق الخصم اليوم أقوى من الفريق المباراة الأولى، كنا متأخرين مرتين بهدف والحمد لله رجعنا للمباراة بقيادة طبعا مدربنا ورئيس النادي قيس الشام. هو اليوم قال إذا يفوزون أنا حضر لهم مكافأة. مكافآتي اليوم عازمهم كلهم. العشاء شنو؟ هو شوف شلون ترى. سيارة. لا سيارة شعدي. لا الحمد لله يوم عن يوم البطولة تصير أجمل بوجود جمهور نادي يجون من الجالية هنا وكل الشباب الموجودين، فنانينا ورياضيينا، وجود قناة أغانينا أكيد. موفقين إن شاء الله. الله يخليك، شكرا. العام انتم خير مره ثانيه. كابتن عمر مهاجد مبروك الفوز، مبروك لحد الان صداره الهداف. والله بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء الحمد لله شكر على الفوز طبعا، ونهدي هذا الفوز للكادر قناه اغانينا وفريقنا طبعا ما قصر، ولو هي البطوله متعبه طبعا والجول مو سهل، ولحصر اتوقع ان هواي اصابات بهاي البطوله. حتى من شفتك من قولت الجول التعادل فرحتك كانت بحرقك. والله طبعا يعني لانه يعني شفت التصريحات قبل المباراه، واحنا عندنا فوز وتدري يعني البطوله هي لنا تقريبا، وكلها تحكي انه فريق اركان نجيب راح ياخذ البطوله وفريق اركان نجيب، فتدري يعني لازم بيض وجه قدام الناس والجمهور، وان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. واحب اقول كل عام بخير ورمضان كريم علينا وعلى جميع العراقيين الموجودين حاليا في الاردن. شكرا لك اعزائي المشاهدين، ومثل ما شفتوا مباريات اليوم خلي يسولف لنا مشرف المباراه والحكم السيد علي الدليمي عن نتيجه المباريات. مرحبا، اهلا وسهلا بقناه اغانينا، وشكرا لشركه تايجر على هاي البطوله الحلوه. طبعا نتائج المباراه اليوم، فوز فريق الفنان هادي الرحال على فريق قناه اي ان بي 3-2، والمباراه الثانيه فوز فريق الكابتن اركان نجيب على فريق الفنان يوسف غالي بنتيجة 3-2، وكانت مباراة رائعة والحمد لله انتهت المباراة بمودة ومحبة والكل تمتع بهاي المباراة. ونشكر الجالية العراقية على هاي الحضور، ونشكر كل الداعمين على هاي البطولة وبالأخص شركة تايجر، وألف شكر قناة أغانينا. كابتن علي، مثل ما شفنا اليوم هواي اعترضوا على القرارات التحكيمية، شنو كان السبب بالضبط؟ والله السبب ماكو سبب، لان هي احنا اخطاء، احنا كل خمس اخطاء السادسه جزاء، بس احنا عندنا الكابتن الرزاق شويه شد المباراه وما ياخذ الا الفريق الثاني الا الحق، يعني فاول على رزاق اذا كان فاول اندقه فاول، بس اذا احتكاك طبيعي ماشي، لان هي كره القدم احتكاك ولعب وقوه، بس احنا حكمنا وما صار شيء وما صارت مشاكل بالمباراه، والحمد لله المباراه من احلى المباريات، وانتم راح تشوفوها المباراه بقناه اغانينا، وكل التوفيق للاعبين، واهم شيء ماكو اصابات باللاعبين، والحمد لله الفريقين راحوا مرتاحين. مثل ما شفتوا احبائي مشاهدي قناه اغانينا، انتهت مباريات اليوم. المباراه الاولى انتهت فوز فريق الفنان هادي الرحال بنتيجه 3-2، والمباراه الثانيه انتهت فوز فريق الكابتن اركان نجيب بنفس النتيجه. ألتقيكم بحلقة أخرى، مباريات جديدة وفرق جديدة.
تحياتي لكم، أنا عامر الخفاجي، والمصور سرمد الربيعي، والمخرج لؤي صادق. وقبل ما أختم وأقول لكم إلى اللقاء، أحب أذكركم أن هذه البطولة رعاية مشروب الطاقة وايلد تايجر. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء. وايلد تايجر، ضاعف طاقتك. وايلد تايجر، ضاعف طاقتك.